خلنا نعكس كذا عن الشمس عشان تشوفونه. تعال في مقطع اليوم بنجيب روز لسلمان، قال لي بيربي الروز يبي يخش في الطيور، قلنا خلنا نجيب لك روز تتعلم عليه بعد تخش في الطيور الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طاط اللور، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم رحنا الحراج، اشترينا طير بسعر مناسب وسعر جميل. قبل ما نبدأ في المقطع، شكرا على التفاعل في المقطع اللي فات، في المقاطع اللي فاتت، مو مقطع اللي فات بس، في المقاطع اللي فاتت. القناة هذه الأرقام اللي قاعد أشوفها الحين كنت أجيبها في الشهر شهرين ثلاثة، الحين قاعد أجيبها في يوم يومين. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا على الدعم المتواصل، القادم أفضل بإذن الله. بنروح الحين حراج الطيور، بناخذ الروز اللي نبغى ناخذه لسلمان، وخليكم مع الفيديو. تعالوا في سنابي تحت في صندوق الوصف، والمتجر بعد تحت في صندوق الوصف. خلونا نخش في الفيديو، ما نبي نطول المقدمة. طبعا معنا في الرحلة هنا بدر، ماجد حبيب قلبي، والله الله يسعدك. هنا خالي جابر، محمد اللي ما يحب تظهر الاعلامي بس طلعته الحين بيبلغ علي، سلمان صاحب الرحلة هذه. الله على كذا طيب. خذينا هذا 110 روز. يتربى في عزك والله، يتربى في عزك. كويس ما سمعت ال حبيبي حبيبي، تكلم تكلم قدام. كويس ما سمعت الرد. يلا خذ. هنا في باجي هرب جيبوه. هنا تقول ارموه بالسبسب. وين؟ يموت. اللي صيده ياخذ له يا عيال. هذا الخالي جينا اليوم متاخر، خلي الاسود صح حتى غربت الشمس، الحين بنطلع. خلينا بس الطير اللي في يد سلمان هذا هو، وخلاص الحين بنطلع. اللي شفناه عند الولد احلى صح، حتى الناس كلهم راحوا مع بقى الا ماجد، ما ادري متى بيطلع. حبيب حبيب قلبي، نبغى نباك تطلع عشان نقفل المحل. هنا مسلخ للطيور، هذا مسلخ. هذا سعر السلخ. وبعد ما رجعنا من السوق بعد ما رجعنا من السوق، سلمان خذ الطير حقه، والحين بنعطيهم الوجبه الاولى من اول ما جينا. الحين هنا طيري، هذا طيري، هذا طير سلمان. بسم الله ايش في ذا؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك، شيك شيك جيعان. شوفوا والله حصله فاضيه، هذا فاضي بعد، بس هذا ساكت ما قاعد يطلب. هذا مسكين ازعجنا، شوفوا كيف اللون. يلا 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 سلامات. وش فيه؟ خلصت رهيب. يضحك. بتشوفون هذا هدد بعد، هدد خارجي بعد، وهذا بعد اللي يضحك بتشوفونه هدد خارجي باذن الله. الشهر الجاي الشهر اللي بعده بيبدا الطيران الخارجي. يلا خليك هنا، خلينا ناكلكم. شوفوا ما شاء الله الروز يبغى يطلع، هذا باقي ما عنده عقل. الروز ما شاء الله ذكي، يحاول يطلع حاول. يلا تعال تعال، واسطه اكل حقي قبل حق سلمان، واسطه ابوي. ابوي ليش رامي ما حد يسمع؟ السلام عليكم، تسمعوني؟ سلمان يقول ما تسمعوني. بالعافيه، اعطيته تقريبا الحين 5 ملي. ترى يدك مغطيك شيء ما كان باين. والله اعطيته تقريبا 6 ملي هنا، الابره كبيره جدا. شوفوا كيف، شوفوا الجوع، الجوع طلعه. توك ضيف جديد واشوفك بدات تمون، هذا الروز يمون بسرعه. الدره باقي ما عرفنا اخلاقه زين. يلا يلا بالعافيه بالعافيه بالعافيه. هذا ماني مدخل، ماني مدخل جوا لانه اللي كبير عليه بيكون. افضل شيء في الغرض الداخلي النظافه، ما وسخ الفرخ. بالعافيه يلا خليك هنا. الحين جبت خوي، هذا فرخ باقي بعد حتى هو. تعال تعال تعال، هذا فرخ باقي بس فرخ مدرب. الحين ابغى اشوف ردة فعله مع الدرة. اول شيء ابغى يشوف الروز، شوف شوف الدرة، شوف شوف تقول ايش في مفسخ. لا هذا تقريبا عمره 4 شهور، 4 شهور 3 شهور حاجه زي كذا، بس اليف ومدرب. هذا تعال يلا، هذا مره ما عاد بيجي، يبي ينزل على الدرة. عاد الرز حق سلمان ابغاه يوصل لذي المستوى من التدريب او احسن باذن الله. عاد بعدين اذا ابغى يبيع سلمان بكيفه، اذا ابغى يخليه عنده بكيفه بعد، بس ابغاه يوصل نفس هذا المستوى. تعال خلنا نعطيه كذا لفه في الشارع، اوريكم اياه كيف اليف معي في الشارع. ابغى يتشمس من زمان، انا العصر بطلع الشارع بعد. وصلت لذي الثقه بعد مرور 4 شهور مع تربيته. شوف الحين طلعناه في الشارع، خلنا نعكس كذا عن الشمس عشان تشوفونه. تعال تعال تعال، انا ما شوف شوف تعال تعال تعال، شوفوا فوق. تعال يلا تعال تعال تعال، لا
تعال تعال يلا يلا تعال 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 يلا. والله طلع السطح، طلع السطح ونزل. طلعت الطاقة اللي فيه كلها. خلاص كذا؟ طلعت الطاقة؟ ولا في جنان؟ إذا في جنان قل لي عشان أستعد. والله فاقع من كتفي وراح. خلاص، إذا في جنان قل لي، روح عند سلمان. طبعا روز إذا ما لحقته الحين، كم ماي راح يرجع لي، بس لازم ألحق، إذا راح عني مسافة بعيدة ألحقه، زي ذا. قبل شيء راح ولحقته، راح عند العمارة. يعني طيرانه كويس صراحة، كويس مرة، صدمني أول مرة يطير ذي المسافة، حتى حسبته فقع، بس كويس. شوفه، وأهم شيء إذا طار الطير يعني راح مسافة، حاول إنك تناديه، لا ينقطع صوتك عنه، لأن إذا اختفى عن نظرك فهو بيجي من صوتك. راح لف لفة اختفى عن نظرك، صوتك لا ينقطع في المناداة. بإذن الله بوصله نفس هذا المستوى وأفضل بإذن الله. صراحة الهدد الخارجي مرعب، يعني خوف صراحة، الطير يروح ما عاد تثق فيه. في الأخير هو حيوان، يعني مسكت معه ما يجيك، ما راح يجيك حيوان، ما راح ما يفهم. بس متعة إذا أتقن الطير الهدد الخارجي، متعة متعة. بس في البدايات زي هذا تخاف عليه، لأنه حيوان ومسكت معه يهرب، فبيهرب وش عنده شيء يخسره. فالحين بحاول يعني كل يوم أطلع ذا، لأن أحس إنه بدأ يعني الهدد بدأ يصير مزاجي. بس مع التكرار والتطليع كثير، إذا سحبت على الطير في القفص ما عاد يصير أليف مرة، لكن إذا تطلع يوميا يكون متعود عليك. زي هذا، تعال تعال يلا يلا تعال يلا تعال يلا. وبس لينا يا شباب، يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله نال اعجابكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك عشان تشوفون المقاطع المستقبليه، ويعني تخلوني اتحمس في التصوير. تفاعل في القناه يخلي صانع المحتوى يتحمس. يعني انا كنت اصور اسبوعيا مقطع واحد، لكن الحين تقريبا 3 مقاطع صورتها في هذا الاسبوع. لا تنسون اللايك والاشتراك، وتعالوا عندي سناب، اعطوني افكار، عندكم اي شيء تبون اتكلم معكم فيه تعالوا في السناب، ارد في السناب انا، وسناب افضل عشان يكون فيه مقاطع صوتيه. سنابي تحت في صندوق الوصف، المتجر تحت في صندوق الوصف. خلونا نشوفكم باذن الله في المقطع الجاي، والسلام عليكم.